انا فرحانه بزاف انا يا مكراش غدا ولا بعد غدا كل نهار عيطوا لي عرس هاد الحرمه اللي حرمونا من العراسات. ما بيان سور واخا هما كاينين العراسات على طول العام عمرهم ما تحبسوا. واش اللي كاين ماشي بحال دابا ملي طلقوا لنا عطاونا داكشي زعما انا مزوجه وبغيت زعما ندير عريس وكنت نتسنى غير وقتها شي يطلقوا لينا زعما فرحونا بزاف وشكرا. قرا في الوقت ديالو في محلو قنطنا مزيان ما يدير يديروا لنا هذا راه حنا قنطنا. شنو الايجابيات ديال هذا القرار على الناس اللي قدامي في التريتورات ورا الازمه هذه؟ راه تازموا بزاف من هذا القرار اللي عطات الحكومه راه في محلو. انت الحاجه واش توحشي الاجواء ديال العراسات شحال هذه؟ توحشناهم توحشناهم بزاف. كانيت عندنا حفله وما درناهاش جبنا العروسه للعريس وسكتنا وزدنا الله يخلف. انا ندوي على الاعراس اخي. انا دابا شنو نقول لك، انا كنت ديجا باغي نتزوج ياك، كان جات كورونا وحبسوا داك الشيء، ودابا ملي حيدوا داك الحجر الصحي وداك التواشي اراك الزواج اراك الزواج الليله الاولى في الاخر غنديروا العرس ان شاء الله. القرار اخويا مزيان، وكنا بالنسبه لنا حنا صحاب الموسيقى يعني كنا محرومين من بزاف ديال الحوايج، كنا كنخدموا في حفلات في اعياد ميلاد في بزاف ديال الحوايج، ودابا يا ملي نطلقوا هذا القرار مزيان يعني فائده الشباب والناس اللي الاعراس وهذا الشيء هذا يعني الناس غادي تفوهوا شويه وغادي يخدموا مزيان. توحشتي الاجواء ديال الحفلات السهرات الاعراس؟ توحشنا اخويا الاجواء بزاف، وكورونا حبست علينا بزاف ديال الحاجات، ودابا الحمد لله من طلقات القضيه دابا يا نتفوه ان شاء الله. بالنسبه لي كمقيم مصري هنا في المغرب بحب بالنسبه للقرار ده قرار كويس قوي، واصلا احنا وحشنا الحفلات والمهرجانات وحاجات زي كده والتجمع. والله لغايه دلوقتي انا سعيد بالقرار ده وبحيي الحكومه على القرار ده، وشكرا لكم وشكرا للشعب المغربي واهلا بي عندكم في مغرب. ضروري اخو شكون ما يتوحش الركزه وداك الشيء ضروري. شنو الايجابيات ديال هذا القرار؟ شنو اول حاجه الايجابيات بنادم غيتفوى هذاك الضغط النفسي بنادم غيحيدو، والسلبيات ما اش نقول لك بنادم خاصو يدير الاتونسيون حيت الوضع ماشي يعني المرض ما مشاش 100% راه باقي يعني باقي كيدور، والبنادم خاصو يدير الاحتياطات ديالو باش ان شاء الله باش تبقى الامور مفتوحه ما يسدوش عاوتاني. القرار تبع الحكومه المغربيه قرار رائع جدا، يعني قرار بيخلينا نرجع ايام الخوالي ايام 2018 و2019، قرار صائب في محله يعني قررته الحكومه، وعايشين نهيص ونفرح شويه عشان والله الهم همينا ودخلنا في دوامه من الاحزان. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.